عسلامة ومرحبا بكم. اليوم معايا في لمسة جديدة من لبسات نوسة. اليوم ان شاء الله قررت باش نعطيكم وصفة سهلة وبسيطة وممتازة جدا، اللي هي حليب جوز الهند اللي احنا نشريوه من برا. ممكن يكون غالي وممكن يكون مش متوفر في بعض الاماكن او بعض الدول، وكما تعرفوا من برشا وصفات تستحق حليب جوز الهند، فليش لا احنا ما نعملوش في البيت. وهذه طريقة سهلة ننصحكم باش تجربوها وتنجح معاكم ان شاء الله. اللي مازال ما يعرفش القناة متاعي ما عليه، كان يزورها ويعمل اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نمشي مع بعضنا نشوفوا طريقة اعداد حليب جوز الهند البيتي. اليوم ان شاء الله شنشوفوا مع بعضنا حليب جوز الهند، اللي هي حليب هذه يعني كثير وصفات موجودة بحليب جوز الهند، لكن احنا ما نلقاهاش مش متوفر في بعض الاماكن او بعض ما يجيبوهمش في بعض الدول، لكن ان شاء الله احنا ما نحيروش ونحاولوا ديما نلقاو، دائما نلقاو البديل تاع حليب جوز الهند المعلب. ودائما معروفة انه حاجة البيت لا يعلى عليها ولا مثيل لها، فحاجة اللي نجيبها من برا كلها مصبرات ومواد حافظة. اليوم ان شاء الله باش نعملوها طريقة حليب جوز الهند يعني في بيوتنا، ومضمونة انه هي نظيفة ومكوناتها يعني متأكدين منها ان هي فيها الحليب وفيها جوز الهند فقط. وكما نقدروا نستعملوها في كثير وصفات، برشا وصفات كيما الكريمة، كيما يعني بدل ما نخفقوا كريم شانتي بالحليب نعملوا حليب جوز الهند، نستحقوها في الموس الفراولة يعني موس الشوكولا، نعمل موس الفراولة، واصناف عدة يعني من الوصفات. انا نستحق اليوم كوبين حليب واربع ملاعق كبيرة جوز الهند. باش ناخذ الخلاط تاع العصير نحط، هو عندكم طريقتين، يا اما تحطوا الحليب في الخلاط مع اربع ملاعق جوز الهند وتريحيهم خمس دقائق باقصى سرعه لغايه ما يذوب تماما عندي جوز الهند، والا يعني باش نعطيه فرصه اكثر انه ناخذوا طعمه جوز الهند، نكهه جوز الهند، انه احنا ناخذ الحليب وجوز الهند ونبيته ليله كامله يعني في الثلاجه، يعني حتى يسيب روحه جوز الهند ويعطي اكثر نكهه زايده. انا اليوم ان شاء الله باش نعمله قدامكم جوز، باش نرحيه هوني، ناخذ كوبين الحليب نحطه في الخلاط واربع ملاعق جوز الهند ونرحيهم خمس دقائق على اقصى على اقصى سرعه، ونشوفهم بعد المرحله اللي بعد. بعدنا خلطنا الحليب وجوز الهند مع بعضهم في الخلاط لمدة خمسة دقائق متتالية على أقصى درجة، باش نجيبو احنا هذا كيفاش نتحصلو على الحليب نتاعنا. فاحنا جبنا صفاي وجبنا صحن ولزمنا نصفيو إلا الحليب هذايا حتى نحي منه كل الكتلات اللي تقعد من جوز الهند. هذا هو الحليب نتاعنا، هذا هو حليب الجوز الهند كيفاش تحصلنا عليه. طريقة ممتازة جدا، وما نحكي لكمش على الريحة اللي فيه، ننصحكم باش تجربوها. وانا بدوري ان شاء الله باش نعمل وصفة بالحلاوة التركية تستحق فيها الحليب جوز الهند هذايا، وان شاء الله تو نشوفوها مع بعضنا. وكالعادة نهبط لكم ننزل لكم الفيديو على اليوتيوب، وان شاء الله يا ربي تعجبكم.